يعني عايز يقول لكم ان هنا هتيجي حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها احنا شغل وبعضها نعيد تغليفه، نعيد تنظيمه في عشان مراكب صغيرة تانية تشيله. انا بقول كلام معقول بالظبط يا فندم. انا بس بقول لينا مش للناس اللي عارفة الشغلة دي، انا بقول للمصريين. انت كنت فاكر ان انا ممكن اعمل شغل للناس ازاي؟ هخلي الناس تشتغل في الحته دي ازاي؟ اوفر فرص عمل هنا مش باللي بيتعمل دلوقتي، اللي هيتعمل بعد بعدين. كده ازاي؟ انك انت تقول ان انا معلش هخرج عن السياق شويه. انا كنت بقول دايما ان افريقيا البنيه الاساسيه اللي فيها تحتاج الى الاف المليارات من الدولارات عشان تبقى دول، عشان تبقى ايه؟ دول. دول. وعشان الناس اللي فيها تعيش صحيح، وعشان تبطل اقتتال، وعشان الناس بتتقتل ليه؟ مفيش امل. وعشان تعمل الامل عايز تبني كتير قوي، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكره ان احنا بنعمل طريق. انا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر وللناس اللي مهتمه في العالم تعرف الدول ليه مش مستقره. الناس عايزه تعيش، الناس عايزه كامل تاكل وتعيش وتشرب. عايزه تعيش، طب ازاي؟ فحد يقول لك ايه احنا بس عايزين نعمل ندي للناس فرصه للحريات اكتر تتكلم، صح؟ بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، لازم يشتغل. هيسيبك؟ لا هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر. ان ما كنتش تعمل له ده، الفريق كامل الموازنه او الفلوس اللي اتخصصت له خلال فترة وزارة النقل كم؟ 1.9 تريليون. لا قول رقم يتحفظ بقى. 2 تريليون 2000 مليار جنيه. حد يقول لي على مدى ال 30 سنة اللي فاتوا وزارة النقل خدت كام؟ كام؟ أنا بقول لكم الكلام دوت عشان تعرفوا إن إحنا بنحفر مستقبل بلدنا. مستقبل مين؟ بلدنا، وان شاء الله هنعمله. طبعا ان شاء الله. انا ما عنديش اي شك خالص زي ما انا شايفك كده، بس انا بحكي الحكايه ديت وللناس في مصر اسمعوني كويس. انا مش كل طوبه بتتعمل طوبه بتتعمل في البلد دي انا معاها وشايفها وورا الراجل. البيت اللي بيقول عليه العماره اللي طلعت دي كلام قوي صعب اقول، قلت يتقبض عليه وما يخرجش الا لما يسيب الارض كده ولا مش كده؟ صحيح. ولا نسيت؟ لا يا فندم تمام. مش كده يعني معناه الرئيس قاعد واخد باله ان الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه؟ طبعا. واللي خد الارض جوه المينا لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق مضروب في غفله من الزمان؟ لو ما عملتش كده اوعى تزعل يا كمان. لا يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا خايف. يقدر وزير النقل يعمل كده؟ مش انت. لا خايف. لا ايه؟ خايف. اللي عايز يبني بلده ما بيخافش ابدا الا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه. انا بقول الكلام ده وبشرح فيه كتير اكتر كتير من اللي انت بتقول عليه. تمام. عشان ايه؟ عشان في كتير يقول لك إيه؟ انتوا بتعملوا ده ليه؟ الطريق ده بتعملوه ليه؟ انت بتعمل الرمل بتردم هنا ليه؟ بردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد دي ان ما كانش فيه بنيه اساسيه تليق بدوله انتوا مش بتعملوا مستقبل خالص. مش بتعملوا ايه؟ مستقبل خالص. والكل بتقول ايه الاكل والشرب وبتاع، هو ده. اقول حاجه صعبه؟ هو احنا حرمنا الناس عشان نعمل ده كامل؟ لا طبعا. لا احنا بنقسى على نفسنا شويه. ايوه. أرجو إن الضيوف اللي موجودين عندنا ما تضايقوش من كلامي. أرجو الضيوف اللي عندنا ما تضايقوش من كلامي. أنا بكلم الناس في بلدنا. أنتم حاجة في بلادكم وإحنا حاجة تانية. إحنا بنمثل الجنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله. وإحنتم في هناك في بلادكم خلصتوا كلامنا من زمان. عندكم شبكة سكك حديد تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم شبكة طرق تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم مصانع، عندكم ده. احنا بنحاول نعمل حاجة عشان نعيش احنا كمان.
عشان احنا كمان نعيش. اتفضل يا كامل. انا كنت افنم في كلمه قالها لي رئيس شركه تلس العالميه، وتلس ده معروفه وهو سمعني دلوقتي بالمناسبه، كنت ماجلها الاخر بس طبعا يعني عشان الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي هي فعلا بتنطبق عليه. رئيس تلس كان عندي اول امبارح الصبح الساعه 8 قال لي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات،